برضو لانه هذه البلد الحمد لله، ولما انا قلت انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد لهذا البلد حيويته وشبابه، ناس كتير زعلت يعني، بس يعني ما بنهتمش قوي باللي بيزعله. بكره ان شاء الله بتبدا فعاليات المؤتمر السابع، المؤتمر الوطني للشباب، المؤتمر الوطني السابع للشباب. احنا عندنا نسختين من المؤتمرات بتاعه الشباب، عندنا منتدى شباب العالم ده اللي بيبقى في شرم الشيخ على شهر نوفمبر ان شاء الله، وعندنا المؤتمر الوطني للشباب اللي هو كانت نسخته الاولى بدات في 2016 في شرم الشيخ برضو، وبعدين اتكررت نسخ هذا المؤتمر، فكان فيه في الاسماعيليه وكان فيه في اسكندريه وكان فيه في اسوان وكان فيه هنا في القاهره مرتين، مره في فندق الماسة في مدينه نصر وبعدين في جامعه القاهره. بكره ان شاء الله مؤتمر الوطني للشباب السابع سيعقد في العاصمه الاداريه الجديده. طيب تقول لي ليه؟ يعني اشمعنى العاصمه الاداريه الجديده اللي تستقبل هذا المؤتمر؟ هقول لحضرتك انه في هنا اشارتين مهمين جدا، ده هنا اهو يعني بنعرض لحضراتكم بعض المعلومات عن المؤتمر، هيبقى لمده يومين ان شاء الله الثلاث والاربع. دلاله انعقاد المؤتمر في العاصمه الاداريه الجديده حاجتين، انه مصر بتستثمر في المكان. يعني خلاص احنا كنا ناس كانت تمر كده على الصحراء وتقول لك الصحراء دي فاضيه ليه؟ ما بيبنوش فيها ليه؟ فخلاص بنستثمر في المكان وبنعمر في الصحراء وبنبني مدن ذكيه، مدن متكامله. كمان مؤتمر الشباب يعتبر استثمار في البشر. فعايز اقول لحضراتكم انه اهميه هذا المؤتمر انه بتتلاقى فيه النقطتين المهمين جدا اللي مصر بتشتغل عليهم دلوقتي، وهو الاستثمار في المكان والاستثمار في البشر. طيب الاستثمار في المكان وفهمناه، ان هو انت رايح للعاصمة الادارية عشان تقول للناس انه هذا المشروع سينجح مهما الناس تشكك فيه ومهما الناس تشنع عليه ومهما الناس تقول وتعيد وفلوس وتمويل وإلى آخره، لكن هذا المشروع على قائمة أولويات الدولة المصرية وسيتم استكماله. فهمناها دي. طب إيه الاستثمار في البشر؟ الشباب دول يا جماعة لما بيروحوا في هذه المؤتمرات، أولا لما جت فكرة مؤتمرات الشباب أنت كنت بتتكلم على ناس بيقولوا في أزمة ضخمة جدا ما بين النظام والشباب، والنظام لا يسمع الشباب، فقالوا طيب نقعد نجيب الشباب ونقعد ونتكلم معه. أنا فاكر أنه المؤتمر الأول بتاع المؤتمر الوطني الأول اللي كان في شرم الشيخ وخرجت عنه توصيات تحولت إلى قرارات، منها مثلا لجنة العفو الرئاسي، وفي عدد كبير جدا طلع منه، وده هذا القرار جه في نقاش، يعني الشباب قاعدين بيتكلموا على المنصة والرئيس موجود، التقط الفكرة تم تطويرها. فكانت هذه المنتديات ساحة للحوار. الآن انت بتتكلم على مؤتمرات الشباب تحولت الى ساحة لتدريب الشباب، لتنمية الشباب. بمعنى ايه؟ بكرة مثلا يعني احنا بعد الافتتاح في جلستين مهمين جدا بكرة، اللي هو جلسة محاكاة ادارة الدولة المصرية، بيجيبوا شباب، والدورة دي مهمة لانه خريج البرنامج الرئاسي للتدريب والتأهيل هيكونوا مشاركين في نماذج محاكاة الدولة المصرية. يعني ايه نماذج محاكاة الدولة المصرية؟ يعني بيجيبوا الشباب، الشاب ده يبقى وزير خارجية، الشاب ده يكون وزير الصناعة، ده وزير الزراعة، ده وزير التعليم، ده وزير الثقافة، ويبدأ هو هذا الشاب يتكلم عن الأزمات والمشكلات والوضع الراهن في مجاله، ويبدأ يطرح رؤيته وكأنه هو الوزير. فانت بتجيب هنا الشباب وبتديهم مساحة من، مش عايز اقول الحرية، لا ده انت بتديله مساحة من التفكير، وبتضعه وكأنه في مكان المسؤولية، ويلا يا سيدي انت الشباب بتقول عندنا طاقة وعندنا افكار وعندنا قدرة على ان احنا نقدم حلول، يلا قدموا لنا حلول. وهذه الحلول او هذه المناقشات بتبقى في حضور الوزراء الحاليين اللي موجودين، فبتلاقي مثلا وزير التعليم حاضر وقدامه الشاب اللي هو بيحاكي وزير التعليم، فيبدأ يتكلم ويتناقش. بكرة ان شاء الله في جلستين لمحاكاة الدولة المصرية.
في اليوم الثاني وده مهم في جلستين برضو جلسة مخصصة لمبادرة حياة كريمة، وعايز أقول لحضراتكم أنه هذه المبادرة من أعظم المبادرات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت، لأنه كتير جدا ناس مهملة، كتير جدا ناس حقوقها ضايعة، كتير ناس في مصر بتسقط من اهتمامنا، فكان في توجيه من الرئيس بهذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة. ففي جلسة للكلام عنها ومناقشتها وتمت ازاي وحققت ايه ووصلنا لفين في هذه المبادرة اللي هي مبادرة حياة كريمة. ثم التقليد الذي ارساه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه يعمل جلسة يسميها اسأل الرئيس، بيتلقى الموقع بتاع المؤتمر اسئلة من الناس في مصر من مختلف المحافظات، بيتكلموا في مختلف الموضوعات، بيطرحوا اي سؤال. عايز اقول لحضراتكم من كواليس المنظمين يعني للمؤتمر انه لا يتم التدخل في مضمون السؤال، كل اللي بيتم التدخل فيه هو عملية التنظيم، لانه ممكن يكون في 100 سؤال ليهم مضمون واحد او بيتكلموا في نفس القضية، فبيتم تنظيم الأسئلة وتطرح الأسئلة على الرئيس على الهواء يجيب عنها بشكل واضح جدا. عايز أقول لكم على حاجة، أنه مؤتمرات الشباب دي عوضت نقص كبير جدا في حياتنا السياسية. ليه؟ لأنه إحنا ما عندناش أحزاب حقيقية، وده كلام ممكن يزعل حزبين ثلاثة مثلا ليهم تواجد في الشارع، بس إحنا ما عندناش حزب سياسي حقيقي قادر على إدارة حوار في المجتمع، وقادر على استيعاب الشباب، وقادر على تخليق كوادر يضخهم في شرايين الحياة المصرية المتيبسة. كلام ناس تزعل منه تزعل، لكن هذا حقيقي. كان لازم يبقى في صيغة، الناس تقول لك المؤتمرات دي بتتعمل ليه؟ يعني ليه المؤتمرات دي بتتعمل؟ ليه الشباب دول بيتجمعوا؟ ليه بيقعدوا؟ بيعملوا ايه؟ لا، بيعملوا الطاقة اللي الشباب كانوا طالعين بيها من ثورة يناير وثورة 30 يونيو كان لابد من استيعابها. وسيحسب لي عبد الفتاح السيسي بداية كمواطن مصري ثم كرئيس انه قعد وسمع والشباب بيتكلم والشباب بيسأل والشباب بيعبر عن حيرته والشباب فاقد الأمل في المستقبل، وهو يعني يصبر ويسمع ويجيب ويشرح ويقول. لأنه هقول لحضراتكم على حاجة وخلينا نبقى معترفين، بعد يناير وبعد 30 يونيو حصلت أزمة ثقة ما بين الشعب وما بين كل المؤسسات، يعني في أزمة ثقة ما بين الشعب والإعلام، ما بين الشعب والحكومة، ما بين الشعب حتى والمؤسسات الدينية، الأزهر والأوقاف والبتاع، حصلت أزمة ثقة ما بين أي منصات إعلامية أخرى حتى جاي من بره جاي من جوه. فكان مهم جدا مسألة هذا الاتصال المباشر ما بين الرئيس وشعبه. الناس كان يقول لك لا، أصل الرئيس بيعقد مؤتمرات كتير وبيحضر فعاليات كتير وبيتكلم فيها كتير جدا، كان هذا مقصود في هذه الفترة، لأنه الناس مش قابلة كلام لا من الإعلام ولا من الدعاة ولا من الوزراء ولا من الحكومة، فكان لابد من أن يظهر صاحب القرار الأول المواطن رقم واحد في مصر وهو عبد الفتاح السيسي ليتحدث مباشرة إلى الناس. كانت في أكتر من صيغة أنه يتكلم. أنتوا فاكرين لما عملوا مثلا لقاء شهري أنه الرئيس يتكلم فيه، وبعدين اتكلم هو بشكل مباشر، وبعدين البرنامج ده توقف ما اتعملش، يعني اتعمل تقريبا شهرين ثلاثة كان بيطلع كل شهر فيهم يتكلم عن الملفات، وتوقف هذا البرنامج او هذه الفكرة. ثم ظهرت فكرة مؤتمرات الشباب اللي هو مش بيكتفي انه يقول كلمة، ولكن بيعمل مداخلات مع الوزراء ومع الشباب وبيوضح وبيبعت برسائل، بحيث ان انت هنا تعيد مرة اخرى بناء جدار الثقة ما بين الناس وما بين الخطاب الرسمي بتاع الدولة. فانا اعتقد انه ده كان وراه فكرة ما جاش اعتباطا، لان انا بقول لكم احنا لازم نعترف، ما ينفعش نهرب من هذه الحقيقة. كان في ازمة ثقة، ولا تزال هذه الازمة، يمكن بقت اخف شوية، بس الناس مش واثقة في بعض، الناس ما بتصدقش بعض، الناس ما بتسمعش البعض. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة، الرئيس
قدر انه يعبر مرحله كان بيتم التربص بيه وبكلامه طول الوقت. لو تفتكروا في المؤتمرات الاولى اي تصريح يقوله فيتحول الى ماده للسخريه والتنكيت والكوميكس عليه، واللجان الالكترونيه بتاعه الاخوان تشتغل، ويبدا الناس المواطنين العاديين ينقلوا الكلام ده. فقدرنا احنا في مصر وقدر الرئيس يعبر بهذه المرحله، لا ما عادش ده بيحصل كتير.